بسم الله، اهلا بيكم في حلقه جديده من نكره بودكاست. يسعدنا وشرفنا ضيفنا النهارده يكون المهندس احمد شريف، سينيور انفورميشن سكيورتي اكسبرت ات ابن عمرو بنك في هولندا. اهلا بيك يا باشمهندس، وسعداء ان انت معانا النهارده في الحلقه، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه ناس كتير جدا تستفيد منها. اهلا بيك يا يونس، ربنا يخليك وشكرا على استضافتك الجميله. والحقيقه انا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده. احنا السعداء اكتر يا باشمهندس. حابين في الاول حضرتك تعرف الناس عن حضرتك والباك جراوند بتاعتك وطبيعه عملك. انا اسمي احمد شريف، شغال في مجال السكيورتي تقريبا بقالي حوالي توتال 7 سنين. اول ما اشتغلت او اول يعني ما دخلت السكيورتي كان بالنسبه لي باشون، يعني كان بالنسبه لي حاجه جزئيه كده ما كنتش متوقع ان انا هشتغل فيها الحقيقه. وبعد كده لما دخلت الجامعه ابتديت اتعرف على ناس واشتغل في بعض الشركات، يعني اشتغلت في شركه زي ستار وير از سكيورتي كونسلتنت، اشتغلت في اي سكيورتي از كونتنت رايتر، بعد كده لما اتخرجت اشتغلت في اي جي سيرت الايجيبشن ناشونال سيرت، وبعدها سافرت دبي اشتغلت سنه في دبي از بنتريشن تيستر، وبعدها جالي اوبورتونيتي في هولندا في 2016 في شركه ديلويت في امستردام، وبرده كان مينلي اغلب شغلي ريد تيمينج وبنتريشن تيستينج. وحاليا انا شغال في بنك ابن عمرو، اشتغلت في كذا بروجكت. اول بروجكت اشتغلت فيه كان ريد تيمينج، كان يعني بيلدينج اب ذا ريد تيمينج اوبريشن في البنك على مستوى البنك والسبسيدريز بتاعته. وحاليا برضو البروجكت التاني اللي شغال عليه هو جزئيه السكيور كودنج او برضو الاجزاء بتاعه الديفسك اوبس. فمينلي تقدر تقول ان انا اغلب شغلي كان في الجزئيه الاوفنسيف، ولكن ريسنتلي بشتغل اكتر في جزئيه السكيور كودنج والديفسك اوبس. جميل يا باشمهندس. طب لو حبينا حضرتك تعرف المستمعين اكتر عن الاس دي ال سي وازاي بتكون موجوده في المؤسسات الكبيرة أو طبيعتها في المؤسسات. تمام. هو الـ SDLC هو يعني اختصار لـ Software Development Life Cycle. احنا هنا بنتكلم عن جزئية الـ Code Management والـ Cycle اللي أغلب الـ Software Developers بيعدوا من خلالها، واللي هي يعني بتختلف برضو في كل organization، بس احنا بنتكلم عن الـ Planning والـ Analysis والـ Design development نفسه، وبعد كده testing وبعد كده maintenance monitoring وغيره. فال SDLC عامة هو بيختلف من شركة للتانية، بس احنا مثلا عندنا في ابن عمرو احنا عندنا مجموعة stages كده لل environments. بنبدأ بال development environment، بعد كده عندنا test environment، بعد كده الاكسبتنس، بعد كده البرودكشن. ففي زي سايكل كبيرة automated ال developers بيعدوا من خلالها. طبعا احنا عندنا في ابن عمرو بما انه بنك كبير وفي سبسيدريز كتير جدا، عندنا كميه برودكتس كتير جدا ان هاوس ديفلوبد، يعني بيتعمل لها انترنال ديفلوبمنت. طبعا بنستخدم تكنولوجي ستاكس كتير جدا، سواء يعني في لانجويجز او في الفريم وركس، يعني في الجافا، في البايثون، في الدوت نت، احنا في فريم وركس كتير جدا بنستخدمها. ولكن الحاجه اللي هي الثابته هي الستاندردز بتاعت الديفلوبمنت سايكل اللي موجوده في الاورجنايزيشن. هي دي الديفلوبر من الاخر بيعدي من خلالها علشان يوصل للمرحله النهائيه ان هو كل ريليز يقدر يطلع بيه للبرودكشن. فيعني مثلا على سبيل المثال احنا بنتكلم في الكود مانجمنت، احنا بنتكلم عن الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت وسويتشز اللي بتحصل في البرانشز لما بتيجي تعمل ميرجنج مثلا ستوريز من برانش ديف، بعد كده ميرجنج الديف للماستر، وبعد كده بتبتدي مراحل التستنج، وعلشان بعد كده توصل للمرحله الاخيره اللي هي الاوتوميتد ديبلويمنت. فدي نقطه يعني سريعا عن الاس دي ال سي السايكل اللي في الاغلب الديفلوبمنت يعني انجينيرز او الديفلوبرز بيعدوا عليها. طبعا زي ما قلت هي بتختلف من شركه للتانيه. جميل يا باشمهندس. طب لو حبينا نعرف من حضرتك، يعني احنا دايما ممكن بنسمع ديف سك اوبس وسك ديف اوبس، هل الاثنين بيرفيروا لنفس الحاجه؟ والله هو انا بالنسبه لي كل دي مسميات يعني باث ووردز الناس بتستخدمها، يعني زي بالظبط احنا لما دايما كنا بنتكلم يعني التيرم بتاع التيمينج ابتدى يطلع جامد جدا السنين اللي فاتت، وبقى فيه ادفيرسري ايميوليشن وغيره. ولكن يعني خليني اشرح سريعا ايه الكونسبت بتاع الديفسك اوبس وليه اتسمى الاسم دوت، او ليه يعني عملوا الجزئيه ديت، ونفس الوقت هرد على سؤالك بخصوص جزئيه السيك ديف اوبس وهل هم واحد ولا لا. فاحنا بنتكلم عن ان اغلب الاورجنايزيشنز مثلا كانت في فترات كتير كانت بتستخدم ووتر فول ميثودولوجي او الطريقه اللي كانوا بيشتغلوا بيها، وبقى في ترانزيشن كبير بيحصل لاورجنايزيشنز كتير للاجايل. فبالتالي الطريقه بتاعه الاجايل او الابروتش بتاع الاجايل هو بيعتمد على الايتريشن
والكونتينيوس. فالنقطه هنا انه لما حصل الترانزيشن في جزئيه الاجايل او الاجايل وبقى فيه دلوقتي ديف اوبس او براكتسنج من خلال الديف اوبس, فبقت الاوبريشن ديت تمام, هي شغاله تمام, ولكن بقى عندنا تشالنج كبير الا وهو السكيورتي. فبقى السكيورتي برضو متساب للاخر, وده هو بالنسبه لاغلب الناس هو نفس الووتر فول موديل, فبالتالي مفيش تغيير كبير حصل. فمن هنا بدا الكونسبت بتاع الشيفت ليفت كونسبت, اللي هو احنا نحط السكيورتي امبيدد ويذن الديف اوبس. فمن هنا جه جزئيه الديف سيك اوبس, فدي حته الديف سيك اوبس. طيب السيك ديف اوبس بقى, انا بالنسبه لي شخصيا انا مش حاسس ان في فرق كبير, ولكن في ناس كتير بتدبيت في الجزئيه دي بتقول لا السيك ديف اوبس مختلف تماما طبعا عن الديف سيك اوبس وهكذا. لكن يعني مثلا الاراء اللي بتقول يعني السيك ديف اوبس هو يعني literally bringing السكيورتي يعني as a first instance يعني او يعني كاول جزئيه, وان هو بيتكلم عن الكالتشر بتاعه السكيور كودينج يعني ديبلي في الاورجانيزيشن, وبتاسيوم ان يعني كل الديف اوبس بروفيشنالز يعني should be security practitioners. فبالتالي طبعا دي حاجه يعني نسبة ما معقدة شوية, أو يعني بديل مع السيكوريتي مور ديبلي والكونسبت بتاعت السيكور كودينج. بس في الآخر يعني إحنا مثلا بنعمل البراكتس دي كلها وعمرنا ما قلنا عليها سيك ديف أوبس مثلا, يعني دايما يا إما بنستخدم الترمك سيكور كودينج أو ديف سيك أوبس. فبالنسبة لي أنا مش حاسس إن بيبقى فيه فروقات كتير قوي, بس أحيانا بيبقى فيه ديبيتس على الإنترنت كده على المسميات, ولكن الحقيقه مش حاسس ان هو في فرق كبير. طب في لو انتقلنا لسؤال تاني, يعني في ناس يعني او بعض الناس يعني ممكن بيتخيلوا مثلا لو في او عنده اوفنسيف باك جراوند كويسه, وان هو اشتغل في شركه انتربرايز في نفس الوقت, ان هو هيقضي كل الوقت قاعد بيعمل بنتريشن تيستينج يعني طول اليوم. هل ده صح او هل ده واقعي, ده اللي بيحصل في الريل لايف يعني, واكتر حاجه انت بتعملها في مدار اليوم في عملك؟ طيب اول حاجه الجزئيه بتاعت هل يعني في البيج انتربرايز هل بنشتغل بين تيستينج, لو احنا في تيم بين تيستينج بنشتغل بين تيستينج على طول دي اند نايت؟ الحقيقه طبعا لا, اكيد طبعا بيبقى في اوبريشنز بنتريشن تيستينج كتير بتحصل, وكود ريفيوز ريكويستس كتير بتحصل. ولكن خلينا نقسم هنا الشركات لجزئين, انت شغال انترنالي عند كلاينت زي ما انا حاليا مثلا شغال, انا دلوقتي شغال ويزن ابي نامرو كبنك, وان انت تبقى شغال في شركه كونسلتنج كبيره مثلا زي ديلويت او غيره من الشركات. فهنا الموضوع بيختلف, فخلينا نبص عليها من منظور الكونسلتنج الاول. هل انا مثلا لما كنت شغال في ديلويت كنت دي اند نايت شغال يعني ديبلي بنتستنج؟ ده طبعا لا, ده ما كانش صحيح, لانه البنتست هو يعني بروسس انت بتمشي من خلالها, ولكن البروسس دي فيها حاجات تانية كتير انت بتشتغل عليها. عايز تشتغل بنتستنج بس يعني اتس اب تو يو, ولكن في الاخر في الاورجانيزيشنز الكبيره يعني مش هيبقى سهل ان انت تعلى فيها قوي لو مركز بس في جزئيه التكنيكال, بس ان انت تعمل بنتستنج بس وتبقى قاعد قدام جهازك كل اللي بتعمله انك بتحاول يعني تبريك انتو سيستمز وتجيب يعني فولنربيليتيز, لكن مش هتعلى قوي لانه الحقيقه انت واخد جزء صغير جدا من البروسيس ومش باصص على الباقي. طيب ايه الحاجات الباقيه؟ احنا بنتكلم هنا عن يعني بتفولو الدوكيومنتيشن الخاص بالبروسيس بتاعه البنتست. انت دلوقتي مثلا في ديلويت, خلينا نتكلم عن ديلويت مثلا, انا دلوقتي في ديلويت لما باجي اعمل تيست جزء من الريكويرمنتس او البروسيسز الموجوده في ديلويت انه انا لازم اميك شور ان انا بفولو الستاندرز بتاعه الفريم ورك اللي احنا شغالين عليه في البنتست نفسه. بمعنى انا دلوقتي شغال ويب ابلكيشن بنتست, طيب الويب ابلكيشن بنتست ايه الخطوات اللي انت اخذتها, الليستس اللي انت استخدمتها, اللوجز, كل دوت علشان يعني for auditing later required. طبعا دي كلها documentation انت بتملاها او بتشتغل عليها في اثناء شغلك كبن تيستنج. طبعا ده غير الكوميونيكيشن مع الكلاينت, ده غير الريبورتنج ريفيوز اللي بتعملها على الريبورت بتاعت زمايلك, او الريفيوز اللي بتجيلك من زمايلك على الريبورت بتاعتك والمفروض ان انت تصلحها. فبالتالي جزئيه البنتستنج بس لا, انت بتبقى جزء من بروسيس كبيره المفروض ان انت بتمشي مع كل الريكويرمنتس بتاعتها مش جزء تكنيكال بس. ده الكونسلتنج. الشركات بقى الانترنالي الحقيقه برضو يعني هي مختلفه شويه لما بتبقى شغال عند كلاينت انترنالي, لانه انت برضو ما بتبقاش شغال بنتست بس او كود ريفيوز بس,
انت برضو required ان يكون عندك communication skills بتcommunicate مع ال communities الموجودة within the organization عشان to make sure ان انت بتريز الاويرنس السكيورتي اويرنس سواء للديفلوبرز الديف اوبس انجينيرز او واتيفر. انت مفروض ان شغلك مش بس ان انت تبنتس تطلع فولنربيليتيز تطلع ريبورت تقوم رميه كده للديفلوبر او غيره وتمشي. لا, هو بيبقى فيه ريكويرمنتس ثانيه ان انت بتفولو اب على الفايندنجز دي بتكومينيكيت مع الديفلوبمنت كوميونيتي مثلا علشان تريز الاويرنس. فدي مثلا من ناحيه الكلاينت لما بتبقى شغال انترنالي عند كلاينت مثلا. فده اللي اغلب اللي كنت بقضي فيه اغلب الوقت, يعني كنت بشتغل جزء كود ريفيوز وبنتست, وفي نفس الوقت يعني في حاجات كتير جدا كنت بقضيها في الدوكيومنتيشن كوردينيشن سكوبينج وغيره من تاسكس ثانيه الحقيقه. اوكي, يعني ده بياكد البوينت ان مش كل حاجه تكنيكال او الشغل مش كله تكنيكال, في سكيلز تاني لازم الناس تحاول تنميها سواء كوميونيكيشن سواء السكيلز اللي تخص الريبورتنج عشان يوصل الفايندنج بتاعته بشكل صح. يعني مش كله تكنيكال. بالظبط بالظبط. تمام مزبوط. تمام. طب لو نقلنا السؤال تاني, يعني حضرتك في الآخر 5 سنين تقريبا شغلك كله كان في أوروبا, يعني إيه اللي حضرتك كنت متوقعه أن أنت تشوفه أو تلاقيه وما لقيتوش, وإيه برضو من الحاجات اللي أدهشتك وأنت ما كنتش متوقع أن أنت مثلا تشوفها أو أن هي موجودة هناك؟ تمام, سؤال لطيف. الحقيقة أنا مثلا كان الاكسبكتيشنز بتاعتي, أنا كان من أهدافي إن أنا أسافر أشتغل في أوروبا. ده كان من يعني من صغري, فده كان يعني واحدة من الجولز بتاعتي في الحياة يعني. طبعا قبل ما أجي يوروب كان عندي اكسبكتيشنز معينة عن الليفل الشغل الناس كل ده. إحنا أحيانا بيبقى عندنا جزئية كده, إيه لا احنا الاجانب احسن مننا, احنا لا ده عندهم ناس جامده جدا, لا ده مش عارف ايه. ولكن لما بتيجي تشتغل يعني ان ريل لايف في يوروب في شركه من الشركات, بتلاقي انه لا يعني في شيء حلو وفي الوحش, في اللي مستواه تكنيكال عالي جدا وفي اللي مستواه يعني عادي تكنيكال متوسط. الافرج لا, انت ممكن تلاقي مصريين كتير افضل من الاجانب في جزئيه الافرج, يعني في الافرج في جزئيه التكنيكال سكيلز. فدي الحاجات الحقيقة اللي أنا كنت متوقعها. أنا كنت فاكر إن أنا لما هروح يوروب لا هلاقي حاجات مش طبيعية, هلاقي حاجات يعني عمري ما شفتها في حياتي قبل كده. لكن ده كان expectation الحقيقة ما كانش موفق قوي أو ما كانش صحيح قوي, وإنه يعني يوروب زيها زي أي مكان تاني سواء مصر أو الخليج أو غيره. أنت حتى لما بتشتغل في شركات كتير ما بتحسش بالفرق الضخم. الفرق يمكن الحاجة اللي أبهرتني او ايه السبب ان انا شفت ان بيبقى في نجاح كبير جدا لشركات هولنديه, هي ان انا لاحظت ان الهولنديين ما شاء الله ريبريزنتيف جدا, عندهم برزنتيشن سكيلز وسيلز سكيلز عاليه جدا, بيعرفوا يظهروا نفسهم, بيعرفوا يبيعوا السكيلز بتاعتهم بشكل كويس جدا. وده بيؤدي لنجاح اي بزنس مثلا او شركه كونسلتنج مثلا هولندية أنا شفتها أو اتعاملت معاها. فدي جزئيتين, الحاجة الحقيقة اللي أظهرتني في الهولنديين كطباع أو الحاجة اللي حسيت إن هم شاطرين جدا فيها, والحاجة اللي ما أظهرتنيش قوي أو حسيت إن هي لا يعني الاكسبكتيشنز بتاعتي ما كانتش 100% صحيحة. ده جميل جدا. هو فعلا في يعني ناس كوادر كتير جدا سواء مصريين أو عرب ومنتشرين على العالم كله سواء في أمريكا أو في يوروب أو حتى في الوطن العربي, يعني فعلا الحكر أو كده مش موجود بره مثلا في يوروب بس أو في أمريكا بس أو أيا كان. طيب ده برضو ينقلنا الموضوع في سؤال تاني. هو زي ما حضرتك عارف أن في رود مابس كتير جدا بتقابل النيو كامرز اللي هيخشوا أو حابين يخشوا في مجال السيكوريتي. في البداية خالص بقى, أنت إيه الليرنينج باس اللي أنت اخترته وبناء على ايه خدت الديسيجن ان هو ده مثلا ليرنينج باس اللي انا همشي فيه؟ هل في حد نصحك ليه؟ هل انت قعدت تجرب؟ الحقيقه في وقت ما انا ابتديت في السكيورتي كنت يعني كنت انا ساعتها في ثانوي تقريبا, فكان الكلام ده يمكن في 2008 2007 في الحدود دي. فما كانش فيه الحقيقه ليرنينج باس كتير قوي اقدر اقول عليها او كانت موجوده. يعني بدايتي كانت يمكن زي بدايه اغلب الشباب يعني او اصدقائي اللي كانوا برضو
سبيكرز معاك في البودكاست اللي فاتت. يعني يمكن كانت بدايتي هو جزئيه ان انا لا انا عايز اتعلم هاكينج وعايز اتعلم سيكيورتي, فادخل على المنتديات العربيه, مش عارف الصاعقه, مش عارف امان العرب, الحاجات اللي هي كانت موجوده زمان دي, وكنت اقعد اقرا في بوستس موجوده هناك, اتعلم من الناس اللي هناك, اتعرف على ناس. ولكن طبعا يعني بعد مرحله ثانوي دي لما دخلت الجامعه كان في تغير كبير جدا في الماركت بيحصل, وفي في انيشيتيفز كتير جدا بتحصل, زي مثلا كايرو سكيورتي كامب. يعني ساعتها الحقيقه انا كنت سعيد جدا بالخطوه دي, لاني ابتديت اتجمع مع ناس شغاله اوريدي في مجال السكيورتي, او على الاقل ناس عندهم الباشن للسكيورتي, فبنتجمع مع بعض, بنشير نوليدج مع بعض. فدي جزئيه بتاعت الليرنينج. فما كانش فيه الحقيقه ليرنينج باث او رود ماب زي اللي موجود دلوقتي. بقى فيه دلوقتي فيه ريسورسز كتير جدا ما شاء الله. كان ساعتها الحقيقه ما فيش باث معين انا مشيت فيه, بس يعني الموضوع كله كان بالنسبه لي براكتسنج, بجرب كتير, بسال ناس بيجاوبوني, بشير نوليدج مع حد هو بيديني فيدباك وهكذا. اوكي, طب لو حبينا نعرف من وجهه نظر فرص العمل في الماركت بشكل عام, ايه اللي مطلوب في الماركت اكتر, هل هو الكود ريفيو ولا البنتريشن تيستينج؟ يعني الاثنين مطلوبين عادي, لكن انا وجهه نظري الشخصيه انا شايف ان الكود ريفيو اهم بكتير من جزئيه البنتريشن تيست. لو احنا بنتكلم على الابلكيشن ليفل طبعا, لانه زمان كان البنتريشن تيست ممكن, او البنتريشن تيست ممكن يبقى شخص بيشتغل بنتستنج عادي وما عندوش اي خبره او فكره عن الكود, ما عندوش فكرة عن التكنولوجي ستاك اللي هو شغال عليه أصلا, وممكن عادي تلاقيه يطلع فايندينجز. كانت الدنيا يمكن تكون كانت أسهل شوية, إنما دلوقتي الموضوع كومبلكس, فيه ترانزيشنز كتير بتحصل, وفيه في ستاكس كتير مختلفة موجودة. فطبعا فكرة إن البنتستر يبقى لازم فاهم الكود وفاهم التكنولوجي ستاك اللي هو شغال عليها دي أهم بكتير جدا من هو يبقى يعني بلايندلي كده فازنج بالحاجات اللي هو البروجكتس اللي هو شغال عليها. لأنه في الأول وفي الآخر لا, يعني الموضوع بيبقى ممتع جدا كمان لما تبقى فاهم الكود بتاع الابلكيشن اللي انت شغال عليه, وبتقدر تسبوت الفولنربيليتيز الموجوده وتعمل لها ريبرودكشن. فانا شايف ان الكود ريفيو الحقيقه اهم بكتير, يعني انا دي من وجهه نظري. اوكي, طب ايه من وجهه نظرك برضو يعني كل تراك وليه التحديات بتاعته, ايه اكبر تحدي انت قابلته في الكارير بتاعك وازاي قدرت تتغلب عليه او تكتسبه؟ يمكن اقدر اقول انه التشالنجز مثلا بالنسبه لي كانت اكتر في جزئيه سوفت سكيلز, ويعني التغير في الكالتشر لما نقلت يوروب. الناس طبعا مختلفه, سواء في الطباع, سواء في طريقه الكلام او في طريقه التفكير وغيره. فطبعا يعني يمكن ده واحد من التشالنجز, ازاي انتجريت مع الكوميونتي دوت, ازاي لما تروح دوله او مكان مختلف تماما, ثقافته مختلفه تماما عن ثقافتك, والورك انفايرمنت برضو مختلفه تماما عن اللي انت اشتغلت فيه قبل كده. ده طبعا يعني كان تشالنج كبير بالنسبه لي في الاول, اول ما جيت خالص. ولكن مع الوقت لما بتبتدي تتعرف على ناس اكتر, بتبتدي تسالهم, بتبتدي تخرج معاهم, يعني دي برضو نقطة مهمة جدا. الناس هنا ما بتحبش الشخص اللي هو بيجي الأوفيس ويقعد يشتغل على جهازه وما بيكلمش حد من أول الشغل لآخره ويروح بيته. الحقيقة ما بيحبوش ده, أو ما بيبقاش فريندلي قوي بالنسبة لهم. الشخص اللي بيبقى فريندلي قوي بالنسبة لهم وبيحبوه أكتر هو الشخص اللي بيسوشيلايز معاهم, يعني بيخرج معاهم, بيروحوا مع بعض مثلا كافيه, يتكلموا مع بعض, يتعرفوا على بعض وهكذا. فدي نقطة كانت مهمة جدا, انه وبرده دي نصيحة برده بديها لأي حد مثلا, سواء اشتغل في يوروب او في اي مكان تاني, انه يعني السوشيالايزنج او يعني السوشيالايزنج مع الكوليجز بتوعك في الورك انفايرمنت دي حاجة مهمة جدا, لان ده هيساعدك تتعرف اكتر على الثقافة بتاعتهم, وهيساعدك برده اكتر ان انت تقدر يعني تانتجريت في الثقافة دي بشكل اصلا. اوكي, طب برضو من الحاجات الجميله, بسم الله ما شاء الله, يعني انت يا باشمهندس عندك excellent career progression, بالنسبه يعني دي حاجه جميله جدا بصراحه, بسم الله ما شاء الله. ازاي انت قدرت تحصل على الجوبز دي؟ هل مثلا عن طريق لينكد ان, او عن طريق ريفير من فريند, ولا انت مثلا كنت بتدخل على الويب سايتس تعمل ابلاي للجوب؟ وايه برضو من وجهه نظرك احسن طريقه عشان حد يقدر يحصل على وظيفه كويسه في ظل ان الماركت مليان برضو ناس بروفيشنالز كتير وكاليبرز كتير؟
طيب انا اجابه على السؤال دوت انا ممكن احكي قصتي مثلا مع ديلويت هولندا. زي ما انا قلت في اول اللقاء انه انا من الاوبجكتيفز بتاعتي والجولز بتاعتي ان انا كنت عايز اعيش في اوروبا. يعني ده كان حلم ليا بالنسبه لي من وانا صغير ان انا لا انا عايز اسافر بره، عايز اروح اشتغل في اوروبا. فلما انا اتخرجت واشتغلت فتره ابتديت اتارجت الشركات يعني within Europe. يعني بدخل لينكد ان اشوف البروفايلز بتاعت الشركات اللي موجوده، ايش شركات السكيورتي اللي معروفه، هل بيعملوا هايرنج؟ يعني دي برضو من الجزئيات الصعبه جدا، هل بيعملوا هايرنج لي ناس من بره الاتحاد الاوروبي ولا لا. فكنت ادخل اشوف البروفايلز بتاعتهم والناس اللي عندهم، وهل عندهم ناس مثلا من الهند ولا من تركيا ولا من غيره. فده يديني انديكيشن ان الشركه دي ممكن توفر سبونسرشيب علشان تجيبك في هولندا مثلا او المانيا او غيره. وبناء عليه ابتديت يعني اكسباند النتورك بتاعتي في لينكد ان بان انا اضيف مثلا ريكروترز في الشركات دي، اشوف مثلا هم يعني بينزلوا بوستس مثلا عن جوب اوبورتونيتيز عندهم في الشركات دي، فابتدي اقدم عليها. بالنسبه لديلويت برضو كان نفس النظام، وكانوا ساعتها تيم ديلويت هولندا كان كسبان الكومبيتيشن بتاعت سايبر لامبكس. فانا من بناء عليه يعني دخلت اتعرفت على التيم على لينكد ان، وكان بالصدفة حد من التيم عامل لايك على بوست بتاع بارتنر في ديلويت هولندا انه محتاج ethical hackers في التيم بتاعه او في التيم بتاع سايبر ريسك سيرفيس، ومحتاجين يعني ناس شطرة في البنتريشن تيستينج وهكذا. فانا الحقيقة دخلت بعت له رسالة زي كوفر ليتر كده بعرفه بيها بنفسي ايه اللي انا اشتغلت عليه، ليه انا شايف ان انا ممكن ابقى جود فيت للبوزيشن دوت. فده كان الحقيقه دي كانت الستوري بتاعتي في ديلويت هولندا. هو شاف الرساله الحقيقه يعني ما كنتش متوقع ان هو هيرد، يعني ده كان بالنسبه لي ده بارتنر في ديلويت فعادي هو عامل بوست على لينكد ان وخلاص. لكن الحقيقه بعدها بيوم رد عليا وقال لي ابعت لي السي في بتاعك، وبعت له السي في بتاعي، وهو عمل لي ريفير ساعتها او يعني عمل بعت السي في للهايرنج مانجر. دخلت في الانترفيو بروسس لحد ما الحمد لله اتقبلت وجالي الجوب اوفر من ديلويت، وهم عملوا لي الفيزا والاي دي وكل حاجه وسافرت كلها. فدي كانت قصتي مع ديلويت. انا كنت ساعتها الكلام ده كان في 2015، فانا الحقيقه كنت ساعتها يعني ما اعرفش حد في هولندا خالص، كان ساعتها لسه بقيت الشباب واصدقائي مثلا اللي شغالين في السكيورتي كانوا لسه يعني ما جوش هولندا، ما كنتش اعرف حد هناك. فكان طبعا تشالنجز كبيره بالنسبه لي في الوقت ده، اول ما جيت، وان انا اخد يعني الفيرست جوب في يوروب. يعني الحقيقه كنت انا سعيد جدا بيها. ايه الطرق اللي ممكن تحصل بيها بقى على وظيفه؟ فده طبعا بيختلف. يعني انا قلت الطريق بتاعتي مثلا في ديلويت انا عملت ايه، دي بتختلف من شخص للتاني. انا بالنسبه لي شايف ان بتبقى افضل طريقه دايما للهايرنج بتبقى ريكومنديشن، او ان انت تبقى واخد ريفير من زميل ليك شغال في الشركه يعمل لك ريكومنديشن يقول الراجل ده كويس انا اعرفه ان بيرسون او اشتغلت معاه قبل كده او غيره. فبالتالي بيبقى يعني انت بتبقى يمكن مفضل اكتر من الباقي، لان على الاقل في حد جوه الشركه يعرفك واشتغل معاك مثلا او يعرفك بشكل بيرسونال. فبالنسبه لهم يعني ان هم يعملوا لك هايرنج مش هيبقى حاجه ريسكي قوي، او يبقوا خايفين منك ان انت تيجي مثلا يطلع البيهافير بتاعك مثلا مش لطيف، او التكنيكال سكيلز مثلا مش حلوه او كده او غيره. فده بالنسبه لي هاو تو جيت ا جوب. يعني الجزئيه الثالثه اللي هي ايه الافكتيف واي تو جيت ا جوب، انا شايف انه حته البيرسونال براندنج، او ان انت يعني تشو يور ورك او اتشيفمنت، سواء انت عامله بشكل شخصي او عامله مثلا في مكان ما او معاك بيرميشن ان انت تتكلم عنه، دي من افضل الطرق اللي بتخليك يعني تكسباند النتورك بتاعتك. لان انت دلوقتي مثلا لما بتعمل شير مثلا لرايتر او بوست او ارتكل او غيره بتبتدي تاخد فيدباك، الناس اللي في الكوميونتي يقولوا لك والله الكلام ده صح الكلام ده غلط، احنا عجبنا قوي الشغل بتاعك دوت اللي انت عملته، احنا عجبنا البوست بتاعك بتاع كذا. فتبتدي تتعرف على ناس، فتبتدي تكسباند النتورك بتاعتك، وبناء عليه بتقدر يعني تلاند جوب من خلال النتورك دي. بس فده ردا على السؤال بتاع جزئيه الريكروتمنت والهايرنج مثلا في يوروب. اوكي، طب لو انتقلنا برضو جزء تاني يخص الهايرنج، من وجهه نظرك وخبرتك
باشمهندس، ايه الشركات الكبيره بتدور على ايه في الشخص اللي عاوزين يعملوا له هاير؟ يعني مثلا لو في بوزيشن معين هم بيدوروا على شخص، هم محتاجين ايه يكون موجود في الشخص ده؟ خلينا نتكلم يعني مثلا عن الستاندرز هنا بتاعت هولندا. مثلا اغلب الشركات اللي شفتها يعني مينلي بيدوروا على حد عنده effective communication skills اكتر من التكنيكال سكيلز نفسها، لان هم يعني مقتنعين، او يعني في شركات كتير جدا مقتنعه ان السكيورتي يعني it's not only about technical assessment او technical findings او غيره، ولكن يعني it's about influencing decisions related to security, communicating او يعني communicating مثلا مع ال communities او الستيك هولدرز بتوعك علشان to convey messages معينة عشان to enhance the security level من غير ما يبقى في conflict بينك وبينهم، او يبقوا شايفينك كشخص بتاع security توقف الشغل بتاعهم. فيمكن اقول يمكن اكتر الحاجات انه يبقى الكانديديت حد عنده communication skills عالية، بيقدر يعني يكونفي المسج بتاعته بشكل واضح وبشكل لطيف. في الكونسلتنج يمكن بيتطلبوا اكتر انه يكون الكانديديت عنده ثقة عالية جدا بالنفس. دي حاجة أنا لاحظتها كتير جدا في شركات الكونسلتنج هنا. طبعا يعني ما يبقاش ثقة عالية بالنفس إن هو يبقى شخص طبعا بيقول يعني مثلا بيقول أي حاجة كنوع من أنواع الثقة بالنفس، لكن الثقة بالنفس هو إنك ما تبقاش مهزوز، أو أنت مثلا دايما لما بتيجي تقدم نفسك تقول معلش أصل أنا الحتة دي أنا لسه جديد، أصل أنا لسه مش عارف إيه أو بتاع. فدي برضو حتة من يعني جاية من الحتة يعني من البيرسونال سكيلز الخاصة بالكانديديت. فالكونفيدنس ديت جزئية مهمة برضو في شركات الكونسلتنج بالذات. اوكي، طب حضرتك برضو كنت قضيت جزء من الوقت نون بروفيت كوميونيتي مثلا، حاجة زي الاي سيكيورتي، هل هي كانت مفيدة من حضرتك وليك يعني، وهل انت عملت ده ليه؟ طبعا كانت مفيدة جدا ليا. عملت ده ليه؟ الحقيقة انا كنت حابب ان انا اشير النوليدج بتاعتي، انا كنت ساعتها لسه طالب، وكنت حابب ان انا يعني اميك شور انه انا بفيد الناس زي ما انا يعني بستفيد. فانا كنت حابب جزئية ان انا اشير النوليدج في الكونتنت العربي، ان انا اعمل مثلا سيرش على توبيك معين مثلا واعربه بعد ما اجيب كذا ريسورس مثلا او ريفرنس مثلا وافهم الجزئية بشكل كويس وبراكتس عليها، ابتدي اقول للناس تجربتي من على اي سيكيورتي. فكان الحقيقة هدفي هو يعني زي نقدر نقول كده احياء المحتوى العربي في جزئية السيكيورتي، لانه كان في الوقت ده الحقيقة مفيش كتير يعني. طيب هل كان مفيد؟ انا بالنسبة لي طبعا كان مفيد جدا، لانه انا مثلا يعني الجوب الاولانيه اللي انا اخذتها في ستار وير كانت بسبب اي سيكيورتي. كان صديق ليا كلمني وقال لي انا شفت الارتكلز بتاعتك على اي سيكيورتي، فانا كنت حابب ان احنا لو انت تجوين مثلا ستار وير او تيجي انترفيو في ستار وير وتشوف لو ممكن تشتغل معانا. فالحقيقه يعني كان اول يعني اكشولي اول جوب كونسلتنج كانت اقدر اقول من خلال الاي سيكيورتي ارتكلز اللي كنت بكتب. فدي استفاده، ده طبعا استفاده مهمه جدا. والاستفاده الثانيه هي جزئيه الفيدباك. دلوقتي انا ذكرت توبكس معينه عملت يعني براكتسنج وابتديت اشير النوليدج مع الناس. طيب دلوقتي في ناس نوليدجبل اكتر مني موجودين في السوق، فانا حابب برضو ان انا اتعلم منهم. فهم وانس مثلا ان هم يقروا التوبيك بتاعي عندهم مثلا خبره اعلى او تحسين اكتر للجزئيات اللي كتبت عنها، فده فيدباك بيرجع لي من الكوميونتي، فده بيخليني اشوف نفسي فين من بقيه الناس اللي موجوده في الكوميونتي. ما بقاش قاعد يعني في الكورنر كده مع نفسي شغال مع نفسي ومش عارف انا واصل لفين مقارنه بباقي الناس اللي في الكوميونتي. بس فدول يعني كانوا اكثر حاجتين الحقيقه. طيب بالنسبه للسيرت، في ممكن بعض الناس يعني لسه بادئين جديد ما يعرفوش ايه هو السيرت. يعني حضرتك كنت اشتغلت في الاي جي سيرت، فعاوزين حضرتك تعرف النيو كومرز ايه هو السيرت وايه بعض التحديات اللي انت ممكن تكون قابلتها فيها. طيب السيرت عامه ريفيرنج تو كمبيوتر ايمرجنسي ريسبونس تيم. اي دوله في العالم فيها سيرت، السيرت دوت بيبقى مسؤول عن يعني هاندلنج الانسيدنتس والسايبر ثريتس للدوله دي، فده مينلي الريسبونسبيليتي بتاعت السيرت. طبعا اي سيرت ممكن تلاقي فيه يعني ديبارتمنتس كتير مختلفه بيشتغلوا على قضايا مختلفه، بيبقى عندهم ديجيتال فورنزك تيم، مالوير اناليسيس تيم، ثريت انتليجنس. اغلب الاوقات الحقيقه بيبقى ممكن تلاقي فينوسيشن تيستينج سيرفيس. فده سيرت ان جنرال، وليه كل دوله بيبقى عندها سيرت. اكبر التشالنجز الحقيقه اللي ممكن اي سيرت يواجهها واللي انا برضو واجهتها بشكل برضو
شخصي هو طبعا الاتاك سيرفيس اللي موجود على مستوى دوله، لان انت بتتعامل مع يعني لاندسكيب كبيره جدا جدا جدا. انت ما بتبقاش شغال بس مثلا في شركه اسيتس بتاعتها مثلا صغيره او بتبقى محدود، لكن انت بتبقى شغال على مستوى الدوله. فبالتالي برضو انت لازم تكون يعني ريدي لاي سايبر ثريتس محتمله لي على مستوى الدوله كلها، مش على مستوى مثلا الانتيتي اللي انت شغال فيها او الاندستري بتاعت المكان اللي انت شغال فيه. فده طبعا التشالنج. والنقطه الثانيه طبعا الكوميونيكيشن، برضو بسبب المساحه الاتاكس الكبيره واللاندسكيب الكبيره، جزئيه الكوميونيكيشنز مع الانتيتيز المختلفه في مصر يعني دي برضو كانت تشالنج كبير جدا. انت دلوقتي بتايدنتيفاي مثلا مجموعه مشاكل، تبتدي تكوميونيكيت مثلا مع الانتيتيز المختلفه في مصر، في ناس ممكن تاخد وقت طويل شويه علشان يصلحوا المشاكل، في ناس يبقى في بوش باك مثلا منهم في جزئيه تصليح المشاكل دي، في ناس ممكن تتاخر كتير جدا وهكذا. فيمكن برضو من التشالنجز الكبيره اللي مش على المستوى التكنيكال هي الكوميونيكيشن مع الانتيتيز المختلفه في مصر. اوكي، طب لو انتقلنا لسؤال تاني، ايه النون تكنيكال سكيلز من وجهة نظرك يا باشمهندس شايف ان هي مانداتوري وحاجة اساسية في الماركت في الوقت الحالي؟ اعتقد الفاست ليرنينج او ان انت تكون متعلم سريع وتبقى سيلف ليرنر، ديت حاجة من الحاجات المهمة جدا، لانه الحقيقة بقى فيه يعني في السيكوريتي احنا كل يوم تقريبا بنشوف حاجة جديدة، يعني الدنيا بتتغير بشكل، في ايفوليوشن بيحصل بشكل رهيب جدا، وبيحصل تغييرات كتير جدا. انت ممكن لو غبت بس عن التليفون بتاعك او عن الجهاز بتاعك، اخدت اجازة مثلا بعيدا عن اي حاجة لمدة شهر، ترجع تلاقي ايه ده في كيس جديدة، ده في فولنربيليتي جديدة، ده في اتاك فيكتور جديد، ده في كذا كذا وكذا وكذا. طبعا في تغييرات كتير جدا، فهي بتتطلب شخص يكون عنده ديديكيشن وكوميتمنت للتعلم، بانه يفضل يتعلم بشكل مستمر. دي يمكن اكتر حاجه انا شايف مهم جدا بالنسبه للماركت. طبعا يعني انا هتكلم عن البرزنتيشن سكيلز، ان انت تقدر تبرزنت نفسك بشكل كويس، تتكلم عن الشغل بتاعك بشكل كويس، الناس تبقى يعني امبرست بالشغل اللي انت عامله من خلال البرزنتيشن سكيلز مثلا بتاعتك. بس فده اللي انا ممكن افكر فيه از نون تكنيكال سكيلز مثلا مانداتوري في الماركت. طب بالنسبه ان انت باشمهندس اشتغلت في الماركت العربي والماركت الانترناشونال، من وجهه نظرك ايه اللي ناقص او مش موجود في الماركت العربي عشان يقدر ينافس الماركت؟ سؤال لطيف جدا. الحقيقه انا شايف انه يمكن اغلب الماركت العربي بيركز اكتر في التكنيكال aspects بتاع الشغل، مفيش يعني استراتيجيك فيوز واضحه وصريحه. يعني انا بتكلم طبعا يعني ان جنرال، ما بتكلمش بشكل تحديدا مثلا عن دوله معينه او غيره. يمكن الناس اللي هنا اشطر مننا شويه في حته التخطيط، البلاننج عندهم، والسوفت سكيلز في حته ان هم بيقدروا يعني يعملوا برزنتيشن للبرودكتس بتاعتهم مثلا او للسيرفيس بتاعتهم، ده مخليهم يعني ستيب اهيد كده مننا. فانا هقول انه اللي احنا ناقصنا انه حته التخطيط شويه، ان يكون في حد او في ناس مركزه في جزئية التخطيط. والنقطة الثانية يعني أقدر أقول ممكن تكون كومن برضو ما بين الماركت العربي والإنترناشنال، يعني مش شرط تكون العربي بس، الماركت العربي بس جزئية البابل اللي بتبقى موجودة في السيكوريتي مثلا. يعني في ناس ممكن يعني بتعمل بابل كده، فبالتالي بتغير شوية من الماركت، ما بيبقى فيه زي فيك بابل كده في جزئية السيكوريتي، فبتلاقي مثلا نيو كامرز بيبتدوا يعملوا فولو للبابل ديت أو للجزئية ديت. اللي بيحصل إنه يعني الدنيا ما بتبقاش ماتيور أكتر يعني شوية في الماركت يعني. أوكي، طب لو انتقلنا لسؤال تاني، في كتير من النيوكامرز شايفين ان هو يشتغل ويعيش بره ده شيء أساسي عشان يكون عنده الكريب، ايه نصيحتك ليهم؟ وحابين برضو منك باشمهندس توضح ايه الجزء يعني السيء او الحاجه اللي مش كويسه اللي هو ممكن معظم الناس بيفكروا كده مش شايفينها. طبعا جزئيه ان انت تسافر بره في يوروب علشان يبقى عندك بروفيشنال كارير باث، ده يعني حاجه مانداتوري مثلا او حاجه مهمه، وغير لو حاجه غير كده يبقى خلاص مش هيبقى عنده بروفيشنال كارير مثلا باث. لا، الكلام ده مش صحيح. انا بالنسبه لي مثلا انا كنت اقدر اقول ان انا كنت بتعلم تكنيكال سكيلز يعني في الجزئيه التكنيكال يمكن في مصر اكتر من يوروب، يعني دي يمكن تكون مفاجاه، بس الحقيقه انا اتعلمت سكيلز تانية كتير جدا اكتر من التكنيكال سكيلز في يوروب. ولكن لو احنا بنتكلم على التكنيكاليتي،
فانا شايف ان مصر لا فيها ناس ما شاء الله كويسين جدا، وكنت بشتغل مع ناس تالنتد جدا وكنت بتعلم منهم كتير الحقيقه. فيوروب مش يعني ده كان الاكسبكتيشنز بتاعتي الحقيقه اول لما رحت، انه يوروب هي التوب كل حاجه والكلام ده. طبعا ده بيختلف برضو من شركه لشركه، يعني انت شغال مثلا في شركه عاديه كان مثلا تبقى شغال في حاجه بيج تيك زي فيسبوك او امازون او غيره، طبعا ده كل ده بيختلف. فدي جزئيه لا يعني مش شرط تكون في يوروب علشان يبقى عندك بروفيشنال كارير باث. يعني واكبر دليل على ده انه في اصدقاء ليا، يعني انا اعرف على الاقل 3 جم هنا هولندا واشتغلوا لمده سنه تقريبا او سنه وشويه في هولندا وقرروا ان هم يرجعوا مصر لان هم ما عجبهمش الوضع. فيعني ما فيش مكان يعني is perfect، كل حاجه ليها الـ يعني الادفانتج والديس ادفانتج بتاعتها. طيب ايه الحاجات مثلا يعني يكون محدش واخد باله منها؟ يمكن اقدر اقول اكتر عن العيشه مش عن الورك انفايرمنت. طبعا انت بتعيش في دوله قوانينها مختلفه ثقافتها مختلفه، علشان تبتدي تتعرف على الثقافه دي بتاخد وقت شويه، تتعلم اللغه بتاعتهم، كل ده بياخد وقت كبير. وطبعا يعني ليها يعني ليها برضو عواقبها، ان انت لما بتيجي تتجوز مثلا وتخلف وغيره بتبقى يعني ايه لازم تانتجريت انت وعيالك على الثقافه الجديده دي. فاحيانا ممكن يبقى الثقافه دي مش يعني مش بتماتش مع الثقافه بتاعتك، سواء يعني الثقافه العادات والتقاليد بتاعتك او الثقافه الدينيه او غيره. فيمكن اقدر اقول ان دي اكتر جزئيه في حته مثلا السفر ليوروب، او ايه التشالنج الكبير اللي ممكن حد يواجهه لما يجي يعني يسافر يوروب. فهي جزئيه اكتر منها اكتر من ناحيه البيرسونال اكتر منها الكارير. طيب ممكن في ناس كتير ممكن في البدايه يبقوا شايفين حصول على الوظيفه الموضوع صعب، عشان الشركات بتحتاج انا زي ما حضرتك ذكرت في الاول خالص، انت كان عشان كنت مديت وقت في مثلا مكان كوميونتي زي اي سيكيورتي، ده نقلك او اداك فرصه ان انت تحصل على شغلانه في ستاربوير. ايه نصيحه حضرتك للنيوكامرز اللي بيقابلهم المشكله؟ يعني الحقيقه انا ممكن ادي نصيحه يعني سواء للنيوكامرز او حتى للشركات اللي موجوده في مصر. يعني انا ملاحظ انه في ناس كتير جدا تالنتد جدا وبيعملوا يعني شيرنج لتوبكس لطيفه جدا، وبتفاجئ مثلا ان هم لسه طلبه في الجامعه او لسه متخرجين، فببقى سعيد جدا الحقيقه ان احنا يعني واصلين لمستوى لطيف جدا من التكنيكال سكيلز في مصر عندنا. ولكن على الصعيد الاخر زي ما انت قلت انه في شركات كتير جدا ما بتبقاش عايزه تدخل في الهاسل ان هو يجيب مثلا حد لسه خريج حديث ويقعد لسه يدربه وغيره وبعد كده مثلا يسيبه او كده. فانا نصيحتي مثلا الاولانيه الاولى للشركات ان هم يعني يحاولوا يفتحوا الابواب شويه لجزئيه الانترنز، يساعدوا الكوميونتي بانه يبقى ماتيور اكتر بان هم يدربوا ناس اكتر واكتر. وفي الحقيقه شركات كتير مثلا هنا في هولندا بتعمل الجزئيه ديت، لكن طبعا مشكلتها زي ما قلت انه الفيزا، يعني في الغالب الفيزا بتبقى صعبه قوي للانترن. مثلا حد بيبقى جاي انترن بتبقى الفيزا صعبه شويه، ولكن الشركات دي بتبقى ريكوجنايزد جدا من الماركت ان الشركات دي بتكونتريبيوت للليرنينج في الكوميونتي بتاع السكيورتي. فطبعا دوت برضو بيرجع للشركه بفيدباك وريبيوتيشن كويس جدا. ما بيبقاش يعني في شركات بتفكر لا احنا خلاص احنا مش هندرب حد وبتاع علشان ده حاصل كبير ولا او، لكن انا زي ما قلت انه لا الموضوع بيرجع على يعني بيعود بفايده كبيره برضو على الشركات في الاخر، وبيبقى الموضوع نايس. طيب ازاي كواحد نيو كامر عايز ياخد اول وظيفه؟ يعني الحقيقه ما عنديش حاجه معينه هو ممكن يعملها اكتر من ان هو يستخدم الكونكشنز بتاعته. يعني انا التبس اللي قلتها في الاول انه يحاول يعمل زي بيرسونال براندنج، ينشر ايه اللي هو اشتغل عليه، يحاول يعمل كونتريبيوت مثلا لتولز مثلا او حاجات موجوده اونلاين، فيحاول يكبر الكونتريبيوشن بتاعه شويه بحيث انه لما بيجي مثلا يبعت السي في او يتكلم يقول والله انا عملت كذا وكذا وكذا وعملت كونتريبيوشن لكذا. فده ان دل على شيء بيدي امبريشن للشركات ان الشخص ده عنده كوميتمنت عالي وديديكيتد مثلا وحابب انه يتعلم اكتر. ده بيبقى طبعا بيفرق عن شخص مثلا بيروح يقول والله انا لسه جديد في السكيورتي ولسه قاعد بحاول اخد سيرتيفيكتس وبحاول اخد تريننج. فده يعني هو يعني باين انه شخص بيحاول يابسورب نوليدج وياخد علم، ولكن ما عملش اي كونتريبيوشن مثلا بالعلم اللي اخده في الفترات الاولى مثلا او
زي التاني اللي هو عمل كونتريبيوشن وعمل شير الارتكلز مثلا، كتب حاجات جديده هو اكتشفها مثلا او غيره، فهنا بيبقى فيه فرق يعني. اوكي، يعني حضرتك شايف ان المشاركه او ايا كان بقى، يعمل بوست، ينزل شرح الحاجه هو اراها، يعني مش لازم يكون اكسبرت فيها، بس اتليست جمع داتا كويسه وسليمه صح، وليه ريفرنسز للي هو بيشرحه مثلا، بحيث ان هي تكون صحيحه، فبينقل المعلومه بشكل صحيح، ده ممكن يساعده كتير جدا ان هو يحصل على وظيفه. اه طبعا بالظبط. اوكي، طب لو حبينا نعرف منك يا باشمهندس، ايه اكبر تريك او اكبر حاجه انت عملتها وحسيت ان هي فرقت معاك كتير جدا في البروفيشنال لايف بتاعتك؟ يعني خليني افكر شويه في الجزئيه دي. يعني يمكن اكتر حاجه انا كنت يعني انا وما زلت يعني بحبها هي جزئيه ان انت يعني تجيت انفولفد مع الكوميونتي، بان انت مثلا تشارك بتوكس مثلا او توبكس مثلا معينه. فانا مثلا اللي كنت بعمله، انا لما كنت بشتغل على بروجكت معين او حاجه انا الحقيقه فخور بيها، حاسس ان انا لا انا الموضوع ده كويس ممكن اتكلم عنه مثلا في ايفنت، مش شرط يكون ديفكون وبلاك هات يعني، بس في ايفنتس كتير جدا لوكالي مثلا، في بي سايتس وفي واسب وفي غيره. مش شرط ان انت برضو تكون عامل حاجه جامده يعني زيرو داي مثلا مكسره الدنيا وغيره، لا يعني، بس على الاقل تكون اشتغلت على جزئيه انت حاسس من جواك انه لا الجزئيه اللي انا اشتغلت عليها دي لطيفه قوي، ان انا اشيرها مع الناس واخد فيدباك واشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني مثلا في الجزئيه دي، او ايه اللي كان ممكن اعمله افضل من كده. فيمكن دي الحاجه اللي انا كنت بعملها. انا مثلا كنت بدخل على سي بي تايمز اللي هو الخاص بالكونفرنسز، ولما كنت بلاقي نفسي اشتغلت على حاجه فعلا انا حاسسها ان هي لطيفه، كنت بقدم التوبكس بتاعتي، وفي منها اللي كان بيتقبل، وكنت اطلع مثلا ادي التوك في كوميونيتي، فده طبعا بيديني فيدباك مثلا عن الشغل اللي انا عملته. انا مثلا عملت شغل معين وفي ناس كتير جت حضرت التوبك بتاعي او البرزنتيشن بتاعتي وادوني فيدباك عليها، مثلا اللي عجبه البرزنتيشن، اللي قال لي لا ده كان مثلا الجزئيه دي المفروض تتعمل بالشكل دوت. ناس مثلا ممكن تبقى امبرست بالشغل اللي انا عملته، وبنبتدي نكسباند النتورك بتاعتنا. فدي يمكن اكتر يعني تريك انا شايف ان هي ساعدتني في ان انا اكسباند النتورك بتاعتي، الا وهو انه انا لما بلاقي ان انا عملت حاجه نسبه ما ممكن اقدر احكي عنها، ببتدي اقدم مثلا في كونفرنسز وابتدي اتعرف على ناس اكتر. اوكي، طب لو انتقلنا لسؤال تاني وخص موضوع اللونج تيرم بروجكت، ممكن من المشاكل الكبيره اللي بتواجه اللونج تيرم بروجكت ان يبقى في الناس ما تقدرش ان هي تكمل او تمشي في بروجكت يعني يكون مفروض ده يتعمل على مدى طويل، ان هو ما يكملوش. من وجهة نظرك ايه الروت كوز او السبب الاساسي للموضوع ده، وازاي نقدر نغلب عليه؟ لو يعني حد بيعمل لونج تيرم بروجكت ايا كان، بيديفلوب حاجه، بيعمل حاجه، بس ممكن في ناس كتير ما بتكملش، يعني يبدا وبس ما يكملش، ايه الروت كوز بتاع الموضوع ده وممكن يتغلب عليه ازاي؟ اعتقد انه السبب في انه اللونج تيرم بروجكتس ممكن ما بتكملش قوي، لانه في ديستراكشن كتير بيحصل. انت بتبقى شغال على بروجكت وبعد كده يومين ثلاثه ممكن تلاقي اصلا بروجكت زيه واحد طلع بيتكلم عنه او يعني ذكر نفس التوبيك، فبيحصل مثلا احباط شويه ان لا انا كنت شغال على جزئيه زي ديت ما لحقتش، ده في واحد طلع مثلا ببلجن مثلا بتعمل نفس اللي انا كنت عايز اعمله. ده غير طبعا الدستراكشن اللي بيحصل من التوبكس المختلفه في السكيورتي اللي بنشوفها كل يوم، لو انت بتعمل فولو على تويتر مثلا او على اي فيد مثلا للسكيورتي توبكس، ممكن في اليوم تلاقي توبكس كتير جدا ويعجبك توبك منهم، تلاقي نفسك ايه ده الله ده التوبك ده جميل جدا فيلا ادخل فيه اشوف، فتلاقي في وقت كتير ابتدى يضيع عن الاوبجكتيف الاساسي او البروجكت الاساسي اللي انت كنت شغال عليه. فدي من ناحيه يعني ليه مثلا ممكن يحصل ديستراكشن. يعني نصيحتي انه في تولز كتير جدا متاحه بتبقى خاصه ب يعني نفس التوبيك. يعني احنا كان عندنا مثلا يعني انا عندي صديقي مثلا احمد ابو العيله، لما عمل سبليستر ما شاء الله سبليستر سمعت جامد جدا. طب هل ما كانش في سب دومين انيميريتورز موجوده تولز ثانيه؟ لا، ما كان في تولز ثانيه مختلفه. وحتى بعد التول بتاعت ابو العيله ما هو في اللي هو ايماس طلعت وبرده سمعت جامد جدا في السب دومين انيميريشن. فبالتالي يعني جزء ان انت تحبط علشان لقيت حد تاني عمل نفس الحاجه، لا انت ممكن تعملها بشكل افضل تعجب الناس وتسمع اكتر وتاخد ابريشيشن اكتر للناس. طبعا يفضل انه يعني ما تعملش رينفنت ذا ويل علشان يعني علشان تبقى واخد الحاجه لنفسك، لا يعني لو في تول اوريدي موجوده وانت
شايف ان انت تقدر تنهانس ما تعملش حاجه فروم سكراتش يعني, حاول تعمل كونتريبيوشن الا لو التول بتاعتك مثلا فكرتها او الديزاين لما انت جيت تعمله لقيت ان هو هيبقى الموضوع مختلف تماما. بس فهي النقطه كلها زي ما قلت الديستراكشن الديسابوينمنت اللي ممكن تحصل لما تلاقي انه حد تاني عمل نفس الحاجه, ولكن انا شايف انه لا يعني الجزئيتين دول انا اديت مثال على الاقل لديفلوبمنت التولز مثلا في السب دومين ازاي حققت نجاحات مختلفه والتولز مختلفه كمان وكلهم تقريبا في نفس السكوب ونفس الطريقه. طيب لو حبينا نعرف منك يا باشمهندس ايه يعني من وجهه نظرك ايه السكيورتي رولز او الجوبز اللي هي تريندينج دلوقتي وفي نيد كبير عليها جدا في الفتره الجايه؟ انا اغلب البوزيشنز اللي بشوفها مثلا على لينكد ان الفتره دي في هولندا مثلا, احنا بنتكلم في جزئيه الديفسك اوبس في ريكويرمنتس كتير جدا عليها, شركات كتير جدا بتتطلب سيكيورتي انجينيرز يعني within the development cycle يكونوا موجودين, يبقى فيه automation, يبقى فيه involvement للsecurity operation within the CICD pipeline. فأنا شايف ان في demand عالي جدا في الجزئية. تاني جزئية ممكن تكون threat intelligence, أنا شايف ان برضو في demand كتير جدا للthreat intelligence positions بتاعت threat intelligence, فأنا شايف انه برضو دي جزئية مطلوبة. red teaming يعني يمكن ما اقدرش اقول كتير قوي بس يعني اعتقد انه هيستمر الفترة يعني سواء يعني جزئيه الريتيننج الادفرسري ايميليشن, انا حاسس ان هو هيستمر الفتره وهيفضل الجوب دي يعني مستمره معانا على الاقل مثلا 5-6 سنين قدام لحد لو حصل اي تغيرات. طبعا في جوبز تانية يعني ممكن تكون مور ريليتد للاي اي وغيره, ولكن الحقيقه انا مش اوير بيها, ويعني بناء على البوزيشنز اللي انا بشوفها حاليا يعني مش حاسس ان هي برضو يعني موجوده بشكل كبير, يعني ممكن بعد فتره شويه كده بس لا حاليا مش شايفه. طب يا باشمهندس لو حبينا نعرف من حضرتك بلان محطوطه لحد حابب يكون ويب سكيورتي اكسبرت, عاوزين نعمل له بلان تكون من 3 مايلستونز عشان يقدر يقيس البروجريشن بتاعته عليها, وجهه نظرك البلان دي تكون عامله ازاي؟ يعني اول حاجه هو لو احنا بنتكلم عن شخص هيبقى ويب سكيورتي اكسبرت, فمبدئيا هو محتاج يبقى اوير بالتكنولوجي اللي هو هيشتغل عليها. هو هيشتغل ويب اكسبرت على ايه؟ على جافا وذ سبرينج بوت وعلى بايثون وذ فلاسك وديشانجو, هيشتغل على ايه بالظبط؟ لازم يكون اوير بالتكنولوجي اللي هيشتغل بيها وعلى الاقل بالسينتكس بتاع اللانجوج والطريقه اللي اللانجوج الديفلوبمنت بتاع يعني اللانجوج نفسه شغال بيها. فاول حاجه يعني اول مايلستون انا ممكن افكر فيها انه يتعلم على الاقل ازاي فريم ورك بتاع مثلا سبرينج بوت شغال, لو هو عايز يتعلم جافا مثلا, الجافا نفسها لو هو ما عندوش نوليدج مثلا الجافا لانجويج. فده اول جزئيه اللي هو ما ينفعش تبقى ويب اكسبرت وانت مش اوير بال يعني واتس هابينج بيهايند ذا سين. فدي اول جزئيه. تاني جزئيه هي يعني ستارت با, يعني دلوقتي انا اتعلمت شويه ديفلوبمنت وفهمت اكتر الفريم ورك مثلا يعني وات ايفر اللي انت اخترته شغال ازاي. طيب انا دلوقتي عايز بقى اتعلم سكيور كودنج ازاي, ففي ريفرنسز مثلا في عندنا حاجه زي السكيورتي نوليدج فريم ورك بتاع واس ممكن تتعلم منه اكتر في يعني سواء في جزئيه السكيور كودنج او في يعني از ا براكتسنج, يعني في حتى اس كي اف لابس يعني وير يو كان داونلود الدوكر ايمجز وترن الكونتينر على اللوكال ماشين وتبتدي تبراكتس تشوف الكود وتطلع ال vulnerabilities مثلا وتبراكتس ازاي تاكسبلويت ال vulnerabilities دي. فدي تاني نقطه اللي هو تتعرف على ال best practices بتاعه السكيورتي, مش ازاي تعمل اتاك بس, لا مش هتبقى حاجه لطيفه انك تبقى عارف ازاي بس تعمل اتاك, ولكن تبقى فاهم in deep how يعني how this issue is happening وhow to mitigate it. في برضو يعني بلاتفورم لطيف جدا اسمه سيكيور بلاج, ده برضو على واسب, لازم يكون عندك اكاونت على واسب او ممبر في واسب. الممبر شيب في واسب بتتكلف تقريبا $50 في السنه, فمش مبلغ كبير, ولكن الحقيقه انا حابب البلاتفورم ده جدا لانه بلاتفورم يعني في بروفيجننج لي يعني development environment وبيعملهو لك يعني كنوع من التشالنج, وانت بيبقى مطلوب يعني هو زي hack the box ولكن you have to mitigate the code. هو بيبقى جايب لك vulnerability وليكن SQL injection, بيفتح لك الانفايرومنت لازم تفكس الكود
علشان تاخد البوينت. فدي طبعا نقطة لطيفة جدا أنا شايفها في حتة السكيور كودينج. فالويب سايت سكيور فلاج على أواسب، وزي ما قلت الممبرشيب بتاعت أواسب بـ50 دولار وتقدر بعد كده أن أنت تأكسس البلاتفورم ده. على الصعيد الآخر برضو يعني لو هنتكلم عن جزئية الإكسبلويتس يعني how to exploit the vulnerabilities وhow يعني to get into the extra mile exploitation مثلا في الأجزاء دي، عندك الأكاديمي بتاعت بورت سويجر عندهم حاجات لطيفة جدا واللابس أنت ممكن تقدر تدخل عليها، وعندهم يعني tutorials لطيفة جدا ان انت تجو ثرو الاكاديمي وتجو ثرو الفولنربيليتيز تعلم ازاي تعمل لها اكسبلويت. فده الليرنينج باث اللي انا شايف او حاسس ان هو ممكن يكون مناسب. بس انا الحقيقه يعني شخصيا انا ما بعترفش قوي بحته انه حد يقول لي مثلا ايه الليرنينج باث اللي ممكن اخده او واخده معاه كده فور جرانتد. لا، انا برضو بنصح كل واحد ان هو ياخد الباث اللي هو حاسس ان هو يعني هيعمل له ديفلوبمنت بشكل افضل. يعني ما تاخدش الباث من حد دايركت كده فور جرانتد وتتعلمه، لانه انت لو سالتني انا زي ما قلت لك اديتك اجابه معينه مثلا عن الليرنينج باث اللي انا شايفه يبقى كويس. لو سالت حد تاني هتلاقي ممكن يقول لك باث مختلف تماما وحد تالت وهكذا. فيعني نصيحتي لاي حد بيبدا في الويب سكيورتي، شوف الباث اللي انت هترتاح معاه اكتر واللي انت شايف ان هو ديفلوبمنت اكتر. بالطبع يعني جمع معلومات وجمع ريسورسز من الاكسبرتس اللي موجودين في الماركت، ولكن في الاخر اتس يور تشويس ان انت في تختار الباث المناسب. طب لو حبينا نعرف من حضرتك ايه البروفيشنال جولز او الكارير جولز بتاعتك للمستقبل؟ والله الحقيقه انا بالنسبه لي انا حابب ان انا في المستقبل يكون عندي البيزنس الخاص بيا في الكونسلتنج في يوروب، نكون بنقدم حاجه مختلفه عن باقي الشركات سواء على مستوى السيرفيس او البرودكت. يعني من اهدافي الثانيه برضو ان انا ان شاء الله يعني في فتره لما ارجع مصر يبقى عندي برضو بزنس خاص بيا، يبقى مور ديديكيتد اكتر للتريننج او الكوتشنج للنيو كامرز للمجال السكيورتي. يعني دي حاجه بالنسبه لي انا حابب اعملها جدا، لانه دي الطريقه اللي هتخلينا نقدر نكومبيت كدوله ككوميونتي مثلا في مصر مع دول ثانيه كتير. لو بصينا على دول مجاوره متقدمه لما في جزئية السايبر سيكيورتي احنا بنتكلم في انه يعني ايه السبب النجاح يعني في الريسيرش او في التكنيكال توبكس مثلا بتاعت بعض الدول، هي انهم بيساعدوا بعض، عندهم كوميونيتيز. الكوميونيتيز دي اي حد مثلا بيبقى لسه طالب في الجامعه او كده بيتواصل مع الكوميونيتيز دي، فبالتالي بيبقى يعني ستيبس واي اهيد من باقي الناس اللي في باقي الدول. فدي الحقيقه جزء من الاوبجكتيفز بتاعتي ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله ربنا يوفقك وتحققها كلها يا باشمهندس. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. طب لو جت لحضرتك فرصه ان حضرتك تبتدي من الاول، هل كنت في حاجة هتعملها بشكل مختلف؟ يمكن انا كنت اتعلم software development بشكل مور يعني deeply اكتر من اللي انا الطريقة اللي انا اتعلمت بيها، كنت ههتم بالجزئية دي اكتر شوية. انا الحقيقة كنت يعني لما كنت صغير وبدأت في السكيورتي كنت مهتم اكتر بحتة الاتاكس. يعني انا كنت بشتغل بي اتش بي كده بشكل مش ضخم او كبير او كنت اكسبرت يعني فيها، ولكن كنت مهتم اكتر بحته الاتاكس والاكسبلويتس وغيره. يعني ده كان بيعمل تريجر اكتر بكتير من ان انا قاعد اتعلم مثلا ديفلوبمنت يعني ديبلي سواء في اي لانجويج. يعني فانا لو انا هعمل حاجه مختلفه فبالتاكيد هتبقى الجزئيه دي، ان انا اتعلم اكتر من صغري في الجزئيه دي اكتر من ان انا اركز في الاكسبلويتس، لانه يعني جزئيه الاكسبلويتنج والسكيورتي كده كده يعني هتيجي بعدين. يعني دي برضو نصيحه للناس اللي مهتمه بالسكيورتي، اتعلم الكونسبتس والبيزكس بشكل صحيح الاول، ما تستعجلش ان انت تقعد تعمل اكسبلويتس وتجرب حاجات كتير، لان انت هتجيت لوست في النهايه، وفي حاجات كتير ممكن حتى لو انت جربتها وشايف ان انت جربتها بنجاح لكن ممكن ما تبقاش فاهم او عارف ايه اللي بيحصل، يعني واتس هابينج بيهايند ذا سين. فبالتالي ان انت تكون مركز على البيزكس ومعاك سوليد كونسبتس ده افضل بكتير من ان انت تبدا في السكيورتي على طول. اوكي، طب لو حبينا ان انت تدي النيو كامرز نصيحه من كلمه واحده تقول لهم ايه؟ يعني dont fall in the bubble، تعوش في البابل بتاعت السكيورتي بتاعت بعض الناس اللي موجوده. في ناس كتير موجوده في السكيورتي يعني يمكن يكونوا بيهتموا اكتر بالشهره وبنبقى في بابل حواليهم اكتر من الكونتنت نفسه.
يعني لو بصينا للكونتنت نفسه مش هنلاقي كتير الحقيقة، لكن يعني في ناس بتسعى للشهرة. طب ده بيؤدي لإيه؟ ده بيؤدي لأنه أغلب اللي بيجوا جديد بيبقوا شايفين مثلا الناس حوالين البابلز دي رول مودلز، فبالتالي يبتدوا يقلدوهم، فبالتالي التكنيكاليتي أو التكنيكال ليفل يبتدي ينزل السوق. ليه؟ لأنه الموضوع بقى اكتر منه شوينج اوف وكلام اكتر من كونتريبيوشن مثلا بنشوفه على ارض الواقع. فنصيحتي للناس الجداد، شيل الايجو بتاعك وحاول ما تقعش في البابل، حاول ان انت ما تبقاش بتسعى للشهرة او ان انت بتحاول تعمل اي حاجة تخلي الناس اللي حواليك تقول الله ايه ده، ايه الهاكر الجامد ده او بتاع. لانه طبعا هي حاجه لطيفه ان انت تلاقي ناس كتير عماله بتشكر فيك وتقول ده انت بتعمل حاجات جامده جدا وحاجات لطيفه، ولكن في الاخر ككونتنت وايز مفيش الحقيقه كتير. فدي نصيحتي، اهتم بالكونتنت، اهتم بان انت تتعلم من الناس اللي فعلا ريكوجنايزد من الكوميونتي وبيعملوا فعلا شغل واضح جدا يعني قدام بقيه الكوميونتي، تعلم منهم وركز اكتر في الكونتنت والكونتريبيوشن اكتر من الشهره او البابل اللي ممكن تبقى موجوده في الماركت. بس دي نصيحتي في الجزئيه دي. هي المفروض ان هي يعني كلمه واحده بس، انا الحقيقه انا قعدت اتكلم ربع ساعه. لا 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 مفيش حاجه. طب لو الناس حبت تعرف اكتر عن حضرتك، لو في عامل بلوج مثلا او بتكتب ارتكلز في حته معينه او حابين يعملوا كونتاكت معك، ممكن تقول لنا يتواصلوا معك ازاي؟ ممكن طبعا انا الاكونت بتاعي على تويتر اسمه شريف اندرسكور نينشا، ده الاكونت بتاع تويتر بتاعي. برضو على نفس الاكونت في لينك خاص بي الارتكلز بتاعتي على ميديوم، يعني احيانا بشير من وقت للتاني بعض الكونتنت على ميديوم بس. فدي الكونتنت يعني الكونتاكت اللي اقدر يعني اشيرها معاكم او مع الناس لو حد حابب انه يتواصل معايا في اي حاجه يعني شوت اهيد. يعني في نهايه الحلقه نحب نشكرك جدا يا باشمهندس احمد على الحلقه الممتعه دي والمعلومات الكتير اللي انت قدمتها لينا والمستمعين، وان شاء الله هتفيدهم كتير زي ما فادتنا. ربنا يخليك يا يونس، الله يكرمك، وانا سعيد جدا باستضافتكم وجزاكم الله خيرا الحقيقه على المجهود الجبار اللي انتم بتعملوه في الكوميونتي. الحقيقه دوت انا شايفه انه ليه تاثير كبير جدا، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتكم باذن الله. امين. شكرا ليك يا باشمهندس، وسعداء جدا ان حضرتك كنت معانا النهارده، ونشكر المستمعين على حسن الاستماع، وانتظرونا في حلقه جديده من نكره بودكاست.